نعم، بالأمس قامت وحدات الجيش الوطني بالتقدم في محاور العاصمة طرابلس كافة. تحركت وحدات الجيش بمحاور رئيسة وهي محور بوسليم وأيضا مشروع الهضبة وطريق المطار وصلاح الدين، وسيطرت على تمركزات جديدة ومحطات جديدة وأحياء أيضا جديدة داخل العاصمة طرابلس بعد إعلان المتحدث العسكري للقوات المسلحة عن عملية طيور الأبابيل التي يقوم بها سلاح الجو الليبي والذي استهدف من خلالها عدة مواقع ومراصد التابعة للميليشيات والعدوان التركي داخل العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة بعدة غارات جوية، تزامنا مع إسقاط الطائرات التركية المسيرة عبر منصات الدفاع الجوي التابعة لوحدات الجيش الوطني. وأيضا بالأمس في منشور مقتضب للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري عبر صفحته الرسمية أكد بأن هذه العملية ستكون مستمرة ولن تتوقف حتى تحرير كامل التراب الوطني. للحديث حول هذا الموضوع وحول هذه العملية العسكرية التي تقوم بها وحدات الجيش الوطني ينضم إلي عبر الهواء مباشرة الأستاذ حمدي النحيلي الصحفي، الكاتب الصحفي والمهتم بالشأن العام. ورحب بك أستاذ حمدي. أهلا وسهلا بك أحمد وبكل المشاهدين الكرام. نعم أستاذ حمدي، بالأمس تابعنا عمليات الجيش الوطني في العاصمة طرابلس والاكتساح الواسع للمدينة من عدة محاور والسيطرة على مراصد جديدة. برأيك هل ستقوم القوات المسلحة بعملية تحرير كامل للعاصمة طرابلس في الوقت الراهن تزامنا مع استجلاب المرتزقة السوريين وأيضا المعدات العسكرية والدعم اللوجستي لتلك الميليشيات داخل العاصمة طرابلس؟ نعم طبعا، العمليات العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة طبعا تحت تكتيك عسكري قوي جدا. حاولت الميليشيات والمرتزقة والأتراك أن هم طبعا يهجموا على قاعدة الوطية ولكن دون جدوى بشكل مستمر. القوات المسلحة أمس قامت بهجمات قوية جدا وهجومية لأول مرة منذ دخولها لطرابلس على يعني مواقع ومراصد الميليشيات، يعني كان دخول موفق بالأمس، وخلال الأيام القادمة ستكون عجلة التقدمات سريعة جدا، لأن المشير حفتر في خلال بياناته وعندما حرر مدينة درنة وبنغازي وعدد من المدن الأخرى التي كانت تتمترس فيها الميليشيات كانت بهذه الطريقة. صح المدة طويلة لكن النصر حتما سيكون قريب، خاصة مدينة طرابلس التي ستكون عاصمة لكل الليبيين بإذن الله. نعم الأستاذ حمدي النحيلي الكاتب الصحفي المهتم بالشأن العام، على كل حال أشكرك جزيل الشكر. أيضا للتذكير بالأمس وحدات الجيش الوطني قامت بإلقاء القبض على عدد من المرتزقة السوريين في مناطق سكنية، مناطق عمارات صلاح الدين تحديدا في محور صلاح الدين، قامت بإلقاء القبض على عدد من المرتزقة السوريين. حاولنا التواصل مع السلطات الليبية هنا لزيارة هؤلاء المرتزقة وإجراء مقابلات معهم في القريب العاجل لتوضيح الرؤية الكاملة حول طرق استجلابهم من تركيا عبر مطارات طرابلس ومصراتة للقتال في صفوف حكومة الوفاق ضد وحدات الجيش الوطني. نعم نعم، أشكرك جزيل الشكر أحمد على كل ما تفضلت به، وأيضا ضيفك أشكرك جزيل الشكر بنغازي، كنت معنا أحمد بن عاشور مراسل قناة اليوم.